السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خي سمو في هذه الحلقة والتي سوف نتحدث فيها عن بدائل لجوجل أدسنس. فالكثير من الأشخاص من يبحث عن بدائل لجوجل أدسنس بالنسبة للناس الذين يشتغلون على قنوات اليوتيوب، نظرا للمشاكل الكثيرة التي يمكن لك أن تتعرض إليها يعني في قناتك على اليوتيوب، مثل مثلا إقفال قنوات، مثلا يعني مشاكل في حقوق الطبع والنشر، والعديد والعديد من المشاكل التي يمكن لك أن تتحصل عليها في قناتك على اليوتيوب. ما هو الحل؟ سوف نقوم بالتطرق إليه في هذا الفيديو. فأول شيء، ما هي شركة البارتنرشيب التي سوف نتحدث عنها الآن، وما هي هذه الشركات التي سوف نقوم بالتطرق إليها الآن؟ فهذه الشركات هي عبارة عن وسيط بينك وبين جوجل أدسنس، بحيث أن إعلاناتك لن تؤخذ مباشرة من حسابك على جوجل أدسنس، وحينها تنتقل إلى فيديوهاتك على قناتك. حينما تقوم أنت بالاشتراك مع شركة بارتنرشيب، فحينها سوف تقوم بالحصول على إعلانات جوجل أدسنس، لكن ليست خاصة بحسابك على جوجل أدسنس، بل بحساب صاحب الشركة، أو بحساب صاحب تلك الشركة بالطبع. فالمستفيد هنا هو أنت وكذلك الشركة، بحيث أنك تستفيد من 70% من الأرباح الخاصة بك، والباقي تقوم بأخذه الشركة بمقابل. هنا نقول المقابل، يعني مقابل الأرباح التي سوف تحصل عليها، أنت تحصل عليها عن طريق خدمات. مثلا قد تكون هناك شركات تقوم بعمل لك دعايات لقناتك، بحيث أنها تحصل على الكثير من المشاهدات والكثير من المعجبين كذلك، أو هناك يعني قناة، أو هناك يعني شركات كذلك ستساعدك في الحصول على مشاهدات، والحصول كذلك على العديد من الخدمات الأخرى، مثلها الصوتيات المجانية، بحيث أنك تقوم بوضع أنترو مثلا. هناك يعني بعض الشركات التي كذلك تقوم بتصميم لك أنترو خاص بك، وهناك شركات أخرى، يعني الكثير من الخدمات التي يمكن لها أن تحصل عليها، كذلك تساعدك يعني في عملية يعني نشر لقناتك، وتساعدك في التسويق لها بالطبع. فالكثير سيسألون يعني هل هذه يعني الشركات الخدمات التي تقوم بتقديمها هي فقط هذه الخدمات، يعني فقط خدمات تسويق إلكتروني؟ فلا بالطبع، فهذه الشركات كذلك أهم شيء وهي تقوم بالاعتماد على حماية قناتك من النصب، أو حتى حماية قناتك يعني في حال تم سرقتها، أو حتى في حال تم إقفالها، أو حتى في حال عانيت مشكلة في حقوق الطبع والنشر. فمثلا أنا شخصيا لو كنت رابط قناتي مع جوجل أدسنس مباشرة، وحينها قمت بعمل مخالفة في قناتي، أو وحصل معي مشكل في قناتي لا قدر الله، حينها يمكن لي أن أقوم بالاتصال مع بدعم يعني دعم اليوتيوب. وهذا الدعم الذي سوف أقوم بحصول عليه لن أحصل عليه يعني بدعم سريع، يعني لأنني أتصل مباشرة مع خدمة الدعم الخاصة باليوتيوب. قد أنتظر 15 يوما، وهناك كثير من ينتظر إلى أشهر، مثلا 3 أشهر، يعني قد تصل إلى أكثر من ذلك إلى أن تحصل إلى جواب وحل مشكلتك، وحينها سوف يتم ضياع هذه المدة بالكامل. لكن باتصالك أو باشتراكك مع أي شركة بارتنرشيب سوف تحصل يعني على إجابات، وسوف يتم حل المشكلة يعني في غضون يوم واحد، اليوم أو يومين، لأن الدعم اليوتيوب يعطي أهمية كبيرة، أو يعطي دعم سريع بالنسبة خاص بأصحاب تلك الشركات، يعطيهم دعم سريع. قد تجد هناك يعني دعم بالعربية، يعني شخص ما يتواصل معك من تلك الشركة البارتنرشيب. مثلا أنا شخصيا في شركة ABBTV أقوم بالتواصل مع يعني الكثير من الأشخاص، يعني أسماء، يعني الأخت أسماء وكذلك الأخ محمد، يعني هذه العربيين التي أتواصل معهم في حال ما حدث معي أي مشكل، ويتم الحصول على إجابات سريعة وحل المشاكل بسرعة، عكس يعني في حالة عكس، يعني إذا كنت متصل مباشرة مع جوجل أدسنس، فحينها لن أحصل على دعم سريع، وقد يأخذ مني وقت كبير جدا من أجل الحصول على إجابة واحدة. فهناك الكثير من الشركات الأخرى والتي يمكن لك الاستفادة منها في حال يعني كانت قناتك
لا تدعم الربح من اليوتيوب، يعني في حد كان لديك الكونتوني او محتوى قناتك مثلا منقول او شيء مثل هذا، فيمكن لك الاتصال مع شركات اخرى مثل الفريدوم، والتي ما بين قوسين يعني هذه الشركة ليست بشركة يعني موثوقة 100%، لكن الشيء الجميل في هذه الشركة هو انه في حال يعني كنت يعني تقوم باخذ يعني فيديوهات منقولة او شيء مثل هذا، فتقوم بالاتصال مع تلك الشركة، وحين هي تضمن لك على ان قناتك لن يتم يعني لن تحصل فيها على مشاكل، لكن الأرباح سوف تكون ليست 100%، بل الأرباح سوف تكون يعني 50 أو 60، على حسب يعني على حسب الشركة، وكذلك على حسب ما هو محتوى قناتك، هو باللغة العربية الإنجليزية أو شيء مثل هذا. أوكي، فهذه كذلك نقطة يجب عليك أن تقوم بمعرفتها بالطبع. فكذلك هناك كثير من الشركات مثل شركة الفيفو. فيفو هي شركة كبيرة جدا، لكن هي خاصة بالناس الذين يشتغلون على الموسيقى. فأظن أنك يعني تشاهد يعني كثير من القنوات الأجنبية، فلو شاهدت قنوات فستشاهد حتى العربية، القنوات الخاصة بالموسيقى يعني 80 إلى 90% من تلك القنوات كلها تستخدم شركة الفيفو في على الحصول على أرباح، بحيث أن سعر النقرة فيها تصل ما بين $2 يعني إلى أو سعر المشاهدة فيها تصل إلى ما بين $2 إلى $15 على كل 1000 مشاهدة. كذلك هناك الكثير من الشركات التي يمكن لك أن تقوم بالاستفادة منها، وسأضع لك رابطها كلها أسفل في صندوق الوصف. فأتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابك، يعني هذه حلقة فقط خاصة أريد أن أقوم بذكر لك فيها يعني مميزات هذه الشركات البارتنرشيب، فطريقة التسجيل فيها هي مختلفة قليلا، يعني كل ما عليك فقط أن تقوم بملء يعني استماع يتم إعطاؤها لك، حينها تقوم يعني بالاتصال مع الشركة بحيث أنه يتم إجابة على الاستماع الخاص بك يعني في أقرب وقت، ويتم مراجعة قناتك، حينها سوف تقوم بالحصول على القبول أو الرفض. سأضع لك في أسفل صندوق هذا الوصف يعني جميع الشركات التي يمكن لك أن تقوم بالاستفادة منها والاشتراك فيها، وسأضع لك أنا شخصيا يعني الشركة التي أشتغل فيها والتي رابط بها قناتي، هذه القناة التي تشاهدها الآن يعني قناة سموبو، هي الآن يعني مرتبطة مع شركة بي بي تي في، وأنا يعني الشركة مرتبط بها يعني تقريبا منذ 4 سنوات إلى 5 سنوات وأنا مرتبط مع هذه الشركة. فقط هذه يعني الأفكار التي يمكن لي أن أقوم بمشاركتها معكم في هذا الفيديو. أتمنى يكون الفيديو قد نال إعجابك، في حال أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معك خالد سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.